بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. سلام حبوبات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، وتكونوا كامل بصحة جيدة. وانتم تشاهدوا في الفيديو تاعنا تاع اليوم اللي راح نشوفوا فيها مع بعض وصفة صيفية سهلة مهلة وتوالم مع السخانة اللي رانا فيها. دونك حبيباتي راح نشوفوا مع بعض لي ساندويتش بعجينة اكثر من رائعة وحشوة. واش نحكي لكم، هي البنات تجي بزاف بزاف بنينة. دونك بلا ما نطول عليكم ياسر، ندخلوا مع بعض للمطبخ ونشوفوا طريقته ومراحل تحضير وصفتنا لنهار اليوم. الو حبيباتي، اول حاجه راح نسبق بها في وصفتنا لها اليوم، راح نحضروا مع بعض طبعا العجينه. دونك كيما راكم تشوفوا هنا في الريسيبي نتاعي حطيت 3 كيسان ونص نتاع فارينا، زيت الكاس البنات اللي استعملته 240 مليلتر. من جهه اخرى جبت لهنا نص كاس نتاع ماء دافي، ضفت عليه مغرف كبيره نتاع سكر، مغرف كبيره نتاع خميره، نحاول اني نخلطهم مليح ونحطهم بجيه ونخلي الخميره تاعي حتى تتفاعل. رجعت لهنا البنات لهذيك الفارينا، حطيت عليها مغرف صغيره نتاع ملح، وراح نحط ربع كاس نتاع زيت ونحاول ندخل الزيت تاعي مليح في هذيك الفارينة، ونبدا نبل بهذاك الخليط نتاع الخميره والسكر. البنات شوفوا هنا كيف ما تفاعل، ضفته كامل. راح نخلط العجينه تاعي مليح وراح نكمل البنات لم العجينه تاعي حتى نتحصل على عجينه اللي تكون طريه وتتلاصق في اليد بهذه الطريقه. دونك هوليكم لهنا القوام اللي تحصل عليه. انا هنا البنات راح نرجعها في الريسيبيون تاعي، نغطيها لهنا فيلم اليمونتير ونخليها بشي حتى يضاعف الحجم تاعها. وبما انه البنات راهو سخون الحال يعني مش راح تدي معكم وقت ياسر، ما با نص ساعه والعجينه تاعكم راح تكون واجده. دونك انا البنات حطيت العجينه تاعي بجهه تخمر ورجعت لهنا راح نحضر معكم الحشوه. بالنسبه للحشو البنات يكون اختياري. انا هنا البنات استعملت الكبده تاع الدجاج، كنت قطعتها مربعات صغيره. الا ما عندكمش تقدروا تعوضوها البنات بصدر تاع الدجاج، قطعوا حتى هو مربعات صغيره وديروا له نفس التتبيله اللي راني ندير فيها. حبيبتي بالنسبه للدرسه واش كنت درت فيها، حكمت لهنا طاس تاعي تاع الميكسر البنات، حطيت فيه راس صغير نتاع بصل كنت قطعته مربعات صغيره مع سنينات نتاع ثوم، وضفت التوابل تاعي اللي هي الملح الفلفل الكحل، درت البنات شويه نتاع كمون فلفل عكري، وضفت لهنا مغرف صغيره نتاع لاموطارد، وراح نزيد غير شويه نتاع ما هكا البنات باش يساعد الميكسر تاعي يرحي هذيك البصله. رحيت كلش بالبرا ميكسر كيما راكم تشوفوا. من بعديك هاي لكم الدرسة اللي تحصلت عليها، زدت لهنا البنات غير شوية نتاع ماء شلت به الطاس نتاعي، وراح نضيف هذا الدرسة على الكبدة نتاعي. كما قلت لكم البنات تقدروا تستعملوا نفس التتبيلة ونفس الدرسة راح تستعملوها مع سكالوب تاعكم وراح يجيكم من أروع ما يكون. دونك خلطتها مليح مع هذيك الكبدة البنات، راح نخليها حوالي نص ساعة ونروحوا نطيبوها مباشرة. دونك لهنا البنات حطيت المقلة تاعي على النار، حطيت فيها كمية قليلة من الزيت وضفت هذيك الكبدة بها البنات بهذيك التتبيلة نتاعها، وراح نخليها تطيب يعني مش راح تدي معايا وقت ياسر. كما تعرفوا البنات الكبده في ساعه ما طيب. وهاي لكم لهنا البنات الحشوه تاعي من بعد ما طابت، حاولوا فقط البنات تخليو فيها كميه من هذيك الصلصه ما تخليوهاش تنشف تماما. دونك انا البنات طيبت الحشوه تاعي حطيتها بجيه خليتها تبرد ورجعت لهنا البنات للعجينه تاعي. شوفوا كيف ما ضعف الحجم تاعها. راهي البنات واش نقول لكم، كي تعودوا تخدموا فيها تقول راكم تخدموا في القطن، تجي بزاف بزاف خفيفه. دي غازيتها البنات حطيتها لهنا فوق لو بلون دو طرافاي تاعي، وكما راكم تشوفوا العجينه تاعي راهي مرخوفه يعني تتلاصق في اليد. ديما تستعينوا بشويه نتاع فارينا. رشيت لو بلون دو طرافاي تاعي البنات بشويه نتاع فارينا وراح نبدا نحل فيها. كي تعودوا تحلوا فيها البنات حاولوا انكم تطرقوها يعني ما تخليوهاش خشينه، خاطر البنات هذا لي ساندويتش راح نثنيو العجينه نتاعهم. جبت البنات هذه القطاعه اللي خاصه بلي سوفلي، تقدروا تستعملوا صحن البنات يكون كبير ولا اي حاجه عندكم بشكل دائري تطبعوا بها العجينه تاعكم عادي. دونك هاي لكم لهنا العجينه من بعد ما كملت طبعتها كامل، نحيت هذوك الزوائد البنات عاودت لميتهم، راح نغلفهم بكيس بلاستيكي ونحطهم بجهه يرتاحوا. من بعديك راح نزيد نحاول نشكلهم بنفس الطريقه. رجعت لهنا البنات للدوائر تاعي، زدت بسطهم مليح بيدي البنات، حاولوا انكم ترقوا العجينه كيما قلت لكم. من بعديك واش درت، جبت لهنا كميه من الزيت، راح كل دائره البنات ندهن سطح تاعها بالزيت ونحاول اني نثنيها بهذا الطريقه. ما تضغطوش البنات يعني فقط اثنيوا العجينه تاعكم. من بعديك راح تجيبوا البلاطو تاعكم اللي يدخل الفرن وتستفوا فيه الحبيبات نتاعكم تاع لي ساندويتش بهذا الطريقه.
ومن بعد ما كملت شكلت كامل حبيبات نتاعي تاع لي ساندويتش البنات، جبت لي حنا صفار بيضاء درت فيها قطرات من الخل، وراح ندهن كامل حبيبات نتاعي بصفار البيض. من بعديك راح نذرذر عليهم شويه نتاع سينوج ولا جنجلانيه البنات، يقعد لكم الاختيار. وراح نخلي لهنا لي ساندويتش تاعي البنات يضاعف الحجم تاعهم مده نصف ساعه، ونعاود ندخلهم يطيبوا في الفرن على 180 درجه البنات. نشعلهم من تحت حتى نشوفهم تحمروا، من بعديك راح نزيد نشعلهم من فوق وهام لكم لهنا من بعد ما حمروا داو هذيك التحميره المليحه. شوفوا هنا البنات هام لكم لي ساندويتش تاعكم راح يتفتحوا وحدهم. نبداو لهنا مباشره نحشيو فيهم. دونك بالنسبه للحشو واش درت لهنا كميه من المايونيز، راح ندير شويه نتاع هريسه. هنا البنات الحشو يقعد اختياري، تقدروا ديروا الفرماج، تقدروا ديروا اي حاجه تحبوها نتوما. من بعديك راح نحط لهنا وريقات نتاع سلطه، ونزيد نحط شويه نتاع بطاطا مقليه، ونحطوا هذيك الحشوه نتاع الكبده اللي كنا حضرناها مع بعض. وكيما نقول لكم البنات الحشو يقعد اختياري، تقدروا ديروا بطاطا مشرشمه مع حبيبات نتاع طعم وشويه نتاع مايونيز وهريسه، وراح يجيو من اروع ما يكون. زيدوا لها شويه غير تاع بصل اللي يكون مقطع اخضر، وراح يجيكم واحد لي ساندويتش يا البنات من اروع ما يكون. الصح كامل البنات كيما نقول لكم في لي ساندويتش ولا في العجينه تاعكم كي تجيكم خفيفه ويجيكم لي ساندويتش تاعكم خفاف، الحشوه اللي راح ديروها لهم راح طبعا يجيكم بنان بها. دونك انا هنا البنات هاونيكم بعد ما كملت حشيتكم ساندويتش، شوفوا الشكل تاعو جاي شهي، شهيتكم كامل في الجنه. راح نزيد ندير معكم واحد اخر. كيما قلت لكم درت شويه نتاع مايونيز شويه نتاع هريسه. طبعا البنات لي ساندويتش يحبوا الهريسه، ولا تقدروا ديروا سلطه مشويه راح تجي ثاني بزاف بزاف بنينه. درت المايونيز درت الهريسه، راح نزيد وريقات نتاع سلطه، ونزيد شويه نتاع بطاطا، وهذيك الحشوه نتاع الكبده كيما قلت لكم البنات تقدروا ديروها بسكالوب بنفس الدرسه اللي كنت درتها، وراح تجيكم بزاف بزاف بنينه. دونك انا البنات راح نكمل نحشي كامل لي ساندويتش تاعي بنفس الطريقه، وراح نشوفوهم مع بعض في شكلهم النهائي وفي صحن التقديم مع بعض. وهام لكم لهنا البنات لي ساندويتش تاعي بعد ما كملتهم، شوفوا كيف ما جاو، جاو يشهيو، شهيتكم كامل في الجنه. نتمنى البنات انكم تجربوهم وتخلوا لي رايكم في التعليقات. دونك انا البنات نكون وصلت نهايه لافيديو تاعنا تاع نهار اليوم، نتمنى انها نالت اعجابكم. ما بقى لي غير نقول لكم الى عجبتكم هاد لافيديو ما تنساوش توصلوها لاكبر عدد من اللايكات والتعليقات، ولاول مره تشوف قناتي ما تنسيش حبيبتي الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديد القناه. دمتم في رعايه الله وحفظه، واستنوني في فيديوهات جديدة. سلام.